بفرح بره مع اصدقائي وزمايلي وبنعمل عروض كتير وكان في بعض من اصدقائي بيسموني سيد المقهور علشان المقهور المقهوره علشان كل الادوار اللي بعملها هو الغلبان خالص او الفلاح التعبان او الراجل يعني تعبان خالص. فانا قررت ان انا لا انا ممثل وممكن اعمل كل الادوار، مش لازم اكون لان شكلي طيب او حاجه كده ان انا اعمل دور المقهور وخلاص. ايه انا مبسوطه جدا من فكره الحلقه النهارده، لان انتوا حاسين ان الكلام جاي ازاي والناس دي شكلها ايه وهي بتتكلم على على حلمها وعلى املها. انا متهيالي ويا رب يا رب ابقى كلامي كده مظبوط ويوصل لكم، مفيش حد اوعى حد يتنازل عن حلمه يتنازل عن امله. طبعا صح طبعا. انت قلت لي كلمه حلوه قوي بس عايزاك انت تقولها بنفسك، ان انت الموضوع مش اقعد احلم، ها اقعد احلم بقى الموضوع ان انا لا أشتغل. الموضوع مش حلم لان الاحلام كتيره، يعني احنا عمالين طول عمرنا بنحلم. ايوه الحلم ازاي يتحقق؟ ومفيش حلم هيتحقق غير بمجهود وبجهد وبتدريب وبتعب وبشغل، والنتيجه بتبقى على الله بقى، يعني ده موضوع تاني. انما انت بتعملي اللي عليكي وبعدين شوف انت قلت ايه، النتيجه بقى على ربنا. يعني ده لكن احنا بنقعد ساعات في ناس مننا بيقول لك ايه، والله المكتوب على الجبين هتشوفه العين، والقدر والمكتوب والمكتوب لو مكتوب لنا هيجي مش مكتوب لنا مش، وهو قاعد مثلا على القهوه بالظبط بيشايش بالظبط. طب ازاي المكتوب هيبقى مش مكتوب له؟ بيتهيألي مش كده برضه، مش كده يعني. انا بيتهيألي الشقيان اللي شقي في حياته بيقدر في النهايه بيبقى في عنده بيحصد شيء له قيمه طبعا، حتى لو كان حاجه متواضعه بس عنده ليها قيمه طبعا. انت عملت كده وبقى مش بس عندك، بقى عند الناس كمان يا استاذ سيد. الحمد لله الحمد لله، لان الموضوع مش اصراره بس. انا رايي ان الموضوع اصرار واحساس بالصغر. كل ما حسيت ان انت صغيره في اعتقادي يعني، كل ما بتتعلمي اكتر وكل ما بتعرفي اكتر وكل ما بتجتهدي وكل ما بتشوفي ناس ما نكبرش على المعرفه اطلاقا، ما نكبرش على انا لغايه دلوقتي بتعلم ويا رب افضل اتعلم على طول. يعني هو ده الموضوع. حتى قال لك انك وشك سمح بالرغم من التقطيع دي، عشان انا احسن يقولوا يا سلام يا نجوى انت بتقولي له بالرغم من التقطيع، لكن البني ادم بيبان من عينيه، من نظره عينيه. طبعا طبعا اللي جوه بيطلع. العين وسيله تخاطب. الاولاد بقى شايفين باباهم ازاي؟ شايفين باباهم. انت عندك حفيده متهيألي. نعم عندك حفيده. عندي حفيده لسه جايه من 7-8 اشهر كده. الله واموره خالص، انا بموت فيها يعني حاجه. مبروك. الله يخليكي الله يخليكي. حلو قوي الامل لما يتحقق بالزبط. حتى لو اتاخر طبعا، مش كده؟ طبعا طبعا، بس هو ما اتاخرش قوي مش كده؟ يعني انا يا دوبك يعني يا دوبك 30 لا انا عايزه اسالك بس، بتستطعم ازاي بمجهودك وبتحقيق حلمك؟ يعني شايف ايه؟ شايف ان انت يعني انا منك مثلا يجيني شويه غرور مشروعين، غرور مشروع من حقك اطلاقا، انك تبقى انا عملت ده وانا كبير، انا عملت ده وانا ممكن تبقى في ناس تبقى قدي وتقول يعني تعبانه شويه مش قادره يعني تستسلم للعمر. بس اقول لك حاجه، قول. انا ما عملتش حاجه، انا بمارس الشيء اللي انا بحبه. وانا بعمل مسرح كنت بمارسه وكنت راضي ومبسوط وبحب. اول ما المسرح بقى ما فيش امكانيات قوي ان انا امثل كتير، فاتجهت للتلفزيون وللسينما ودلوقتي بمثل. فانا الفرق هو احساس الناس بيا، انما احساسي بنفسي انا سيد رجب اللي بشتغل مسرح وبشتغل تمثيل و باشمهندس سيد خلاص. بس انت خالص. حسب معلوماتي وحسب ما انا اللي عرفته،
ان انت بتذاكر كويس قوي، ان انت بتتعمق قوي في الشخصية، وان الناس بتحبك قوي. الحمد لله الحمد لله. اقولك كمان. قولي لي والنبي. فرحيني. اديني ودانك بقى وانا اقولك. الناس بتحبك ومعجبة بيك وبتطمن لما بتشوفك ان ده يبقى مسلسل او فيلم كويس. يعني انت دلوقتي مصنف من اهم 10 ممثلين في الـ في الـ في الادوار دي والله، في السينما والدراما التلفزيونيه. دي مسؤوليه كبيره طبعا. لو ده حقيقي تبقى مسؤوليه كبيره. انت ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. لا مش انت من العشرة؟ لا والله العظيم. والله.